عندما تندلع الحرب يجد المرء نفسه أمام خيارين، الفرار أو البقاء. هنا في مدينة أوريخي في الأوكرانية قرر عدد من السكان المكوث في منازلهم، ولو أن مدينتهم أصبحت من أقرب النقاط إلى خط الجبهة، ولا يمضي يوم من دون سماع دوي صفارات الإنذار وقصف المدافع. أعيش هنا مع أطفالي. منذ اندلاع الحرب لم نذهب إلى أي مكان آخر. هذه أكثر الغرف أماناً في المنزل. لم يعد الأمر مرعباً مثل السابق، ومع ذلك أشعر بالخوف من وقت لآخر، فأرسل أطفالي إلى قرية كيروف عند جدتهم. يظلون هناك لشهر أحياناً، وعندما تهدأ الأوضاع نلتقي بهم. الحقيقة هي أن هذه السيدة تود مغادرة المدينة، لكنها قد تضطر للرحيل لوحدها، فزوجها يرفض التخلي عن منزله وما يكتنفه من ذكريات. بمقدورنا الرحيل إلى مكان آخر، أود ذلك، لكن زوجي يرفض ترك كل شيء خلفه، وأنا لا أستطيع الذهاب من دونه. لن أكون قادرة على الاعتناء بالأطفال لوحدي. ودائماً ما يزور رجال الأمن مدينة أوريخيف وغيرها من المناطق المهددة للتحقق إن كان هناك مواطنون بحاجة للمساعدة من أجل إخلاء المكان. نعرض على الآباء إخلاء المدينة والتوجه إلى زابوريجيا، إلى مكان أكثر أماناً. نطلعهم على الخيارات المتاحة ونؤكد لهم أننا سنقدم لهم الدعم حتى بعد استقرارهم. وعندما يأبى سكان أوريخي في الرحيل، يكتفي رجال الأمن بتقديم الألعاب والحلوى للأطفال، علها تنسيهم قساوة الحرب وصعوبة الأوضاع المعيشية في مدينة قطع عنها الماء والكهرباء. وكان يبلغ عدد السكان أوريخيف التي تبعد ب 65 كيلومتراً عن جنوب زابوريجيا 15,000 شخص، لكن لم يبق منهم الآن سوى نحو 1,000 شخص بسبب القصف المتواصل جواً وبراً منذ بداية العملية العسكرية في فبراير الماضي.